ولتسليط الضوء أكثر على حالة الفساد المالي والإداري في أركان الحكومة في بغداد، ينضم إلينا الدكتور صباح علو الخبير الاقتصادي عبر الهاتف من عمان. أهلا بك معنا دكتور صباح. أهلا ومرحبا بكم. أهلا بك دكتور صباح. بحسب هيئة النزاهة فإن 82 وزيرا ومسؤولا هم مطلوبون للتحقيق بقضايا فساد مالي في وقت يحاسب فيه الكاظمي صغار الموظفين. السؤال هنا، هل يحارب الفساد بمحاسبات انتقائية برأيك؟ حقيقة الفساد أصبح في العراق في هذه الظروف بالدرجة الأساسية أصبح شبه مشرعا، ولذلك القوى السياسية الحاكمة التي تقود أحزاب منذ 2003 ولغاية اليوم وهي جاثمة على صدور الشعب العراقي والدولة العراقية، حيث أن رئيس هيئة النزاهة السابق السيد موسى فرج يقول الدولة التي تسرق نفسها، وهذا ملخص يدلل على شرعنة الفساد في واقع الدولة العراقية. ولذلك نلاحظ أن الحكومة لا تتمكن، خصوصا أن رئيس الوزراء من 2006 ولغاية اليوم لم يأتي عن طريق انتخابات نزيهة لتشكيل حكومة نزيهة تتمكن من الحفاظ على أموال الدولة بكل أشكالها وإيراداتها وثرواتها والحفاظ على حياة المواطن وحقوقه والخدمات التي يجب أن تقدم إليه. ولذلك نلاحظ أن رئيس الوزراء وهو في القمة يمثل بالدرجة الأساسية أحزاب الفساد وشخصيات وحيتان الفساد المنتشرة في جميع مفاصل الدولة العراقية. ومن خلال تقريركم قبل قليل حول العقارات المنهوبة والمسروقة والمزورة أملاكها في مدن العراق بشكل عام والبصرة والموصل وبغداد بشكل خاص، نلاحظ والاستيلاء عليها دليل كبير جدا على عمق الفساد الذي أصبح معلن. يعني الفساد أصبح يمارس عمله بشكل لا يخاف بسبب عدم المحاسب، ومن يحاسب فعلا هو الذي يخرج عن إطار مافيا الفساد أو يبتعد قليلا عن سياسة الفساد التي تديرها أحزاب السلطة، ولذلك يتم تقديمهم للمحاكمة، مدير عام هنا أو مدير عام هناك أو رئيس قسم أو موظف بسيط، بعض الأحيان يتم عملية وضع كل مساوئ الوزارة أو المؤسسة بحيث يتحملها ويتم عملية وضع شكل من أشكال المحاكمة والتحقيق والتفتيش عن الملفات وغير ذلك، بينما ملفات الفساد العميقة الممثلة ببيع العقارات وكذلك أيضا النفط وتهريبه، العقود النفطية، عقود وزارة الصحة في عمليات الاستيراد للأدوية والمركبات والمواد، العقود الخاصة بالمشاريع التي كلفت الدولة منذ 2006 ولغاية اليوم أكثر من 600 مليار دولار، ولغاية الآن مشاريع لم يتم تنفيذها أو البدء بها لا تزيد عن 10 أو إلى 20. طيب الدكتور، نعم الدكتور صباح، يعني ولكن في أي إطار من الممكن أو كيف يمكن يعني قراءة إعلان الكاظمي تشكيل لجنة للإصلاح برئاسته وعضوية عدد من الوزراء؟ حقيقة أنا في اعتقادي هذا هو تهيئة لعملية الانتخابات المبكرة التي يسعى من ورائها عمليات الكسب، ويتصور أن الشارع يمكن استقباله كما تم في انتخابات قادمة، وهذا لن يحصل.
كثيرا من اللجان التي شكلت سواء في عمليات التحقيق أو عمليات التنفيذ لمشاريع مختلفة هي فاشلة ولم تصل إلى نتائج. ولو نأخذ مثال على ذلك، اللجنة الكبرى التي شكلت في مسألة سقوط الموصل ودخول داعش وغيرها، ولمدة سنة ونص تقريبا التحقيقات جارية وتم إغلاق الملف دون أن يرى شعبنا من هم المتهمون ومن هم الذين حققوا معهم وغيرهم. ولذلك يعيد الكرة الكاظمي في عمليات الغش أو الاستغفال للشارع المنتفض. وأنا في اعتقادي الأشهر القادمة ستشهد انتفاضة كبيرة وتتوسع بشكل تعم العراق بأجمعه، لأن استعداد الفساد وأحزابه لخوض الانتخابات حقيقة بدأ من الآن، وعمليات شراء الأصوات واللعب في عمليات ومحاولات التزوير والقفز على مفوضية الانتخابات وإكراهها رغم محافظة أعضائها من قبل الأحزاب، وهذا سيعطينا نتائج سلبية جدا، بحيث الكاظمي لم يستطع أن يجد بيئة حقيقية أو يوفر بيئة آمنة لانتخابات شفافة ونزيهة في الأكتوبر القادم. نعم دكتور صباح، يعني منذ عام 2003 وحتى اليوم تتعهد كما تعلم الحكومات المتعاقبة بمحاربة الفساد، كيف ترى نتائج هذه الوعود وما الذي أنتجته يعني في الواقع العراقي؟ وهل هناك ميزان محدد يعني يمكن من خلاله قياس مصداقية هذه الحكومات في محاربتها للفساد أو لا؟ انعكاس الفساد، نأخذ مثال بسيط على ذلك، ازدياد نسبة الفقر حقيقة في العراق، بحيث أن التخصيصات المالية ليس في الموازنة 21 وإنما في جميع الموازنات للمؤسسات الخدمية الأساسية الممثلة بالتعليم والصحة والبلديات حقيقة، بحيث أن من يستفاد من التخصيصات الخاصة بالصحة وخدمات الصحة لا يتجاوزون 40%، أي بمعنى أن 60% من الشعب العراقي لا يتمتع بهذه التخصيصات لوزارة الصحة وخدماتها. كذلك أيضا التعليم، 60% فقط من الشعب العراقي يستفاد من خدمات التعليم فقط، و40% لا يمكن وصولهم إلى هذه الخدمات بشكل سليم وصحيح وجيد، ولذلك نلاحظ التعثر كبير جدا. هذا انعكاس لعمليات السرقة للتخصيصات. موازنة 21 الفساد واضح فيها كبير جدا، بحيث أن التخصيصات الخاصة بالوقف السني والشيعي تساوي تخصيصات وزارة الصحة والزراعة. شكرا. فعن أي إصلاح يتكلم السيد الكاظمي حقيقة، ونحن نستورد كل مستلزماتنا الزراعية. شكرا جزيلا لك. من الخارج. شكرا جزيلا لك دكتور صباح علو الخبير الاقتصادي، كنت ضيفنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.